محكمة نسائية رمزية تحاكم مدونة الأسرة وعرض شهادات لمعنفات من التحديات الاجتماعية التي نرفعها اليوم على الهواء مباشرة، وأفهم ما ينتظرنا هو تحدي لنا جميعا. مرحبا. نظمت التنسيقية النسائية يوم السبت الماضي بالرباط في إطار حملتها الترافعية من أجل قانون أسري مساواتي وعادل. محكمة النساء الرمزية في دورتها 21 حول موضوع من أجل تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة يضمن العدل والمساواة، إذ تشكل محكمة النساء الرمزية هذه آلية لكسر جدار الصمت حول مختلف أشكال العنف ضد النساء. لتقريبكم مشاهدينا من عقاد محكمة النساء الرمزية 21، نستضيف مع الشكر المحامية والحقوقية الأستاذة عائشة ألحيان رئيسة اتحاد العمل النسائي. صباح النور سيدتي ومرحبا. مرحبا بكم وشكرا على الدعوة. مرحبا نورتيني. كما تنضم إلينا الأستاذة عاطفة تمجرين رئيسة الجمعية المغربية للنساء من أجل الديمقراطية وعضوة في التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل لنساء المغرب. صباح النور سيدتي. صباح الخير، أنا أمثل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وهي عضو في التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة. شكرا على الدعوة. مرحبا نورتيني. طيب أبدأ معك سيدة عائشة، يعني بداية أود أن تضعينا في صورة دواعي تنظيم محكمة النساء الرمزية، من المتهم فيها ومما تتكون هيئة الدفاع والترافع بلغة القانون؟ يعني أود أن تقربينا من الصورة. مرحبا، أكيد أن محكمة النساء الرمزية هي آلية نضالية ترافعية تحاكم في كل دوراتها، حكمت مجموعة من القوانين، مجموعة من الظواهر التي تشكل تمييز ضد النساء والتي تؤدي إلى يعني ظلم وحيف وكذلك تفقير وتشريد النساء. يعني في طيلة 21 دورة نظمنا العديد من المحاكم التي حكمت هذه الدوائر، فبالتالي دائما المحاكم في هذه المحكمة أو الذي نحاكمه هو إما سياسات عمومية إما تشريعات وطنية تمييزية. والدواعي ديال تنظيمها هذه السنة باسم التنسيقية النسائية هو أننا أكيد في ورش ديال فتح نقاش حول مدونة الأسرة من أجل إعادة النظر فيها طبقا لخطاب الخطاب الملكي سواء في عيد العرش أو الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة. لذلك اعتبرنا هذه السنة وفي إطار تنسيقية التي تضم 32 جمعية نسائية وحقوقية من مختلف جهات المملكة، ارتأينا أن تنظم المحكمة هذه السنة باسم التنسيقية من أجل استكمال ترافعها حول قانون أسري مساواتي. طيب هنا أفتح قوس صغير، عفوا دائما سأبقى بلغة القانون، ما هي طبيعة المشاركات سيدة عائشة في هذه المحكمة الرمزية؟ من المشاركون؟ المحكمة الرمزية دائما أو محكمة النساء الرمزية هذا هو الاسم الصحيح ديالها، دائما تشارك فيها مجموعة من الهيئات وهي هيئة ديال الخبراء والخبيرات يعني من مختلف التخصصات، من تخصصات سواء علم النفس علم الاجتماع كذلك من العلوم الدينية، يعني مجموعة من التخصصات التي تفيد وتنور المحكمة في مجموعة من المقتضيات المعروضة عليها. كذلك لا. تضم المحكمة هيئة الدفاع المكونة سواء من مناضلات نسائيات ومناضلين حقوقيين وكذلك محامون خبروا القوانين وخبروا الإشكالات المعروضة على المحاكم، بالإضافة إلى أن هيئة المحكمة تتضمن دائما يعني تمثيلية للعديد من الجمعيات النسائية والحقوقية وكذلك مجموعة من الشخصيات الوازنة في المجال الحقوقي، وهذا هو التكوين ديال المحكمة، بالإضافة إلى هيئة مهمة جدا وهما النساء الشاهدات اللواتي يحضرن المحكمة النسائية من أجل تقديم شهادتهن من أجل التعبير وتحرير صوتهن حول كل ما يتعرضن له من عنف من إقصاء من تهميش بمقتضى القانون بمقتضى السياسات العمومية. هدف يعني في المجمل يعني تشكيلة ديال المحكمة النسائية، وبعض الأحيان كان يكون هناك ممثل أو ممثلة للحق العام سنستغنينا عليه لأن باعتبار أن أعطينا مجال أكبر للشهادات من أجل الاستماع إلى صوتهم. طيب أستاذ عاطفة، يعني أين يتجلى دور هذه الآلية وهل تعد حقا أداة ضغط وتعبئة؟ بالفعل المحاكم الرمزية هي آلية للتعبئة، هي آلية للنضال، هي تأتي في واحد المسار ديال العمل النضالي للجمعيات النسائية بالنسبة للمغرب، فباعتبار أن هذه الآلية تجمع بين السند
القانوني الذي تجلى في طبعا في رجال القانون ونساء القانون الحاضرين، يتجلى كذلك في السند الواقعي باعتبار أن الشهادات ديال النساء الواقعية وشفنا في هذه المحكمة الرمزية شهادات متعددة، شهادات متنوعة تدمي القلب، أنها كتوضعنا في واحد الوضع في أي عصر نحن. وكذلك السند العلمي باعتبار كان بيننا خبراء، وبالتالي أن هذه اللحظة اللي كتجمع بين ما هو واقعي وما هو علمي وما هو قانوني كتخليها واحد أداة قوية أمام أصحاب القرار، تسائل أصحاب القرار، كتوضعهم أمام الواقع. وأعتقد أننا لا مفر من الواقع، لأن الواقع هو الناطق باسمنا جميعا. وبالتالي أن المحكمة الرمزية خاصة لهذه السنة اللي كتجي في واحد اللحظة خاصة، كتجي في واحد السياق خاص، وبالتالي مؤكد أنها غادي يكون عندها واحد التأثير، واحد القوة في يمكن نقوله في توجيه من كل الانتظارات من المدونة الجديدة اللي كنتظروها بفارغ الصبر، وكنتظروا أنها تلبي كل مطالبنا اللي هي نتيجة للواقع، ولكن كذلك نتيجة للأفق اللي كنحلموا به بالنسبة للنساء في المغرب. صحيح. طيب أستاذة عائشة، يعني ما أشبه الأمس باليوم وأنتم تقودون مرة أخرى إلى جانب باقي مكونات الحركة النسائية حملة مطالبة بتغيير جديد شامل لمدونة الأسرة من خلال هذه المحكمة، ما الذي تغير اليوم؟ أكيد أن الحركة النسائية كانت دائما في صلب الإشكالات يعني اللي كتعانيها النساء المغربيات، ماشي فقط بمناسبة فتح ورش مدونة الأسرة، وإنما كل جمعيات نسائية سبق أن فتحت يعني حملاتها الوطنية من أجل تغيير شامل والعميق لمدونة الأسرة. أكيد ما يمكنش نقولوا أن لم يتغير شيء، بالعكس كان هناك مجموعة من التغييرات على مستوى يعني المؤسسات، على المستوى التشريعي كذلك، على مستوى وضعية النساء ويعني ما وصلنا إليه من أفق ومن تحديات. بطبيعة الحال اليوم نشتغل في إطار دستور مساواتي، دستور ينص على محاربة كل أشكال التمييز مبنية على الجنس وعلى المعتقد وعلى اللون وعلى اللغة كذلك. كان نشتغل في إطار مقتضيات الفصل 19 الذي يحتم على الدولة وعلى مؤسساتها أن تتحمل مسؤوليتها في ملائمة قانون الأسرة وكل قوانين الأخرى تمييزية لمقتضيات الدستور. نشتغل في إطار يعني المقتضى من الدستور ينص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية وضرورة ملائمتها معها، وبالتالي هذه المقتضيات هذه تحكم نقاشنا، تحكم نضالنا، وربما هي يسرت بشكل كبير يعني نضالنا اليوم على ما كنا عليه بالأمس في 2002 وفي 2000 وما قبل ذلك. وبالتالي اليوم نحن نساهم جميعا كحركة نسائية وحقوق في البناء الديمقراطي لبلدنا، في تعزيز بناء مؤسساتي، وما يمكنش اليوم نكونوا ان نشتغل خارج هذا السياق اللي هو سياق ديال اقرار المساواة، سياق ديال احترام الاختيار الديمقراطي الذي نص عليه الدستور. هذا هو السياق اللي يحكمنا، واكيد ان كنعتبر ان نقاش مفتوح اليوم هو نقاش مجتمعي مفروض أن يكون هادئا مثمرا إيجابيا من أجل إقرار حقوق كل مواطنات والمواطنين وليس فقط النساء. أكيد دون شك. أستاذة عاطفة، ما هي أهم الثغرات التي يمكن الإشارة إليها؟ لماذا تم تخصيص محكمة النساء الرمزية في دورتها 21 لتغيير مدونة الأسرة؟ يعني بالنسبة لثغرات مدونة الأسرة، وهو السياق الذي جاء فيه ضرورة واستعجالية وإمكانية التغيير الشامل كما نطالب به، فهذه الثغرات على نوعين. يمكن أن نقول أنها ثغرات مرتبطة بما يؤسس مدونة الأسرة واللي كان في 2004 قبلناه في ذلك السياق، ما الذي يتعلق اساسا باسس هذه المدونه اللي فيها اللي كتمس كرامه النساء. اعطي مثال امثله بسيطه جدا، ما يتعلق مثلا باللغه المستعمله، بالمفاهيم والمصطلحات المستعمله، الدخول، المتعه، الشبهه، باعتبار ان هذه المصطلحات لم يعد لها اي اساس في الواقع الحالي بعد 20 سنه. ما يتعلق كذلك بالرجوع الى المذهب المالكي في حاله استحاله الاعتماد على مواد في المدونه،
ولكن أكثر من ذلك هو ما أعطاه التطبيق اليومي لهذه المدونة بخصوص ثغرات كثيرة جدا، تناقض كثير جدا. مثلا كيف نعطي المسؤولية للزوجة وفي نفس الوقت نحذف ما يتعلق كذلك بالولاية القانونية، ثغرات متعلقة بكل بمنظومة الموارد. فيعرف الجميع بأن هناك كان هناك تحايل، أعطي أمثلة كثيرة، تزويج الطفلات، زواج الأم الحاضنة، البنوة والنسب، ما يتعلق كذلك إذن هذه التناقضات كلها اعتبرنا بأن من الضروري اليوم النفقة، الطلاق الرجعي، إذن كل هذه المواد بأكملها نقول أنها وقع فيها عدم التطبيق اقتسام ممتلكات. هذا هذه المادة التي يمكن أن نقول أن في تلك اللحظة اعتبرناها ثورة، ولكن التطبيق لم يعطي أي واقعين، بمعنى أن التطبيق لم يعطي إحصائيات وأرقام تؤكد على أن هناك أن هذه المادة استوعبها المغاربة ودافعوا عنها، بالعكس أنها كانت يمكن أن نقول أنها رفضت في يمكن في مخيلة المغرب باعتبار أنها تمس العلاقات الاجتماعية. إذن معنى ذلك أننا هذه المواد كلها يعرف الجميع أنها تطرح الآن مشاكل كثيرة، مشاكل على تمتع النساء بحقوقهن في ضمن الحياة، ضمن الأسرة اللي إحنا كيف بغيناها أنها تكون أسرة لا ما فيهاش التمييز. الهدف كله هو تماسك الأسرة. طيب أستاذة عائشة، يعني ما هو الهدف؟ سأعود مرة أخرى لهذه المحكمة، ما هو الهدف من هذه المحكمة الرمزية إضافة إلى محاكمة القوانين التي دعنا نقول تكرس التمييز والعنف ضد النساء؟ ما هو الهدف الأساسي؟ هذه المحكمة كما قلت الإضافة الأساسية ديالها هو أنها تحرر صوت النساء. ما يمكنش أن نناقش مدونة الأسرة دون الاستماع للمتضررات من هذا القانون. ما يمكنش لنا أننا نبني خطاب فوقي متعالي في حين أن النساء يعني مهمشات عن هذا الورش الوطني. وبالتالي هذه المحكمة دائما تمكن النساء أنهم يحضروا شخصيا وأن تعطهم مساحة كبيرة للكلام وللحديث عن معاناتهن عن إشكالاتهن، باش المجتمع تعرف فعلا في اين هي مكامن الخلل. يعني سهل جدا ان نقول قانون يعني ونديروا ندوات او محاضرات يعني في اماكن معينه، ولكن المحكمه النسائيه الايجابيه الاساسيه ديالها انها كيف قلت تعطي الكلمه للنساء، يعبرنا عن يعني كل مظاهر التمييز اللي كيتعرضوا ليه. كذلك ان هذه المحاكم النسائيه اللي بديناها منذ 1996 كتساهم اكيد في تعبئه مواطنات ومواطنين، كتساهم كذلك الأحكام الصادرة عليها كتكون آلية ديال الترافع أمام المسؤولين وأمام الفرق البرلمانية وأمام كل جهات المعنية، وبالتالي كتضم خلاصات سواء ما قدمه الخبراء ما قدمه الدفاع من أجل إظهار الخبايا اللي ربما لن يعني يثيرها أناس آخرين. وبالتالي هذه المحاكم كذلك الهدف ديالها الأساسي هو إعطاء صورة واضحة عن واقع القانون الأسري وعن تبعاته وعن مخلفاته في واقع النساء المغربيات، على أساس أنه هذا القانون والتمييز اللي كيضمنه يحد من وصول النساء للحقوق ديالهم الاقتصادية، يحد من وصولهم إلى التمتع بكرامتهن وبإنسانيتهن. وبالتالي إلا ما سمعناش هاد النساء الضحايا فبالتالي صعب جدا أن نناقش خارج هذا الإطار هذا، وهذا هو الأساسي في هذا النساء. وأكيد أن النساء لما تيجي ويقدموا شهادتهم وكي النساء اللواتي لا يتحرجن في تقديم الشهادات بوجه مكشوف، لأن هذا الواقع المرير أدى إلى يعني وصل إلى مستوى لا يستطيعن معه يعني الولوج للصمت، أو وإنما لابد من فتح الظواهر، لابد من قول كفى من امتهان كرامة النساء، كفى من اعتبار النساء ناقصات عقل وناقصات دين وناقصات حقوق. كذلك اليوم نحتاج إلى مساواة حقيقية بين النساء والرجال، نحتاج إلى الاعتراف بأدوار النساء سواء داخل الأسر أو داخل المجتمع، وكذلك المساهمة في كل أوراش الوطنية المفتوحة. طيب انطلاقا وعطفا على ما تفضلت به من شهادات ربما نسائية، شهادات ديال المعنفات، أتساءل مع الأستاذ عاطفة، ما هي أبرز مظاهر التمييز والعنف التي تعيق تطور النساء اليوم انطلاقا من هذه الشهادات التي وردت إليكم؟ بالفعل أنني فقط أشير واحد الجانب صغير جدا،
وهو أن العمود الفقري أو الأساس اللي كتقوم عليه المدونة الحالية بغينا ولا كرهنا هو أنه تركيز قوامة الرجل، وكذلك التكريس واحد النوع من التراتبية، وربما هذه التراتبية هي الآن اللي خلق واحد القلق في النقاش الحالي. فمظاهر التمييز يمكن نقوله بأن كل شيء مرتبط. طلاقا من الشهادات التي وردت إليكم، يعني النساء اللي عندكم في اللي كانوا في المحكمة الرمزية. نعم، مظاهر التمييز كانت كما قلت أنها مرتبطة بالتمييز ضد النساء الخاص، مثلا في أن في حالة الطلاق أن الأم لا تكون لها أي سلطة وأي حرية في تدبير بعض شؤون طفلها، مثلا فيما يتعلق بالسفر، فيما يتعلق بمثلا تغيير المدرسة، بمعنى أنها هي لها الحضانة ولكن الولاية القانونية تظل للأب. وفي بعض الحالات كما كانت هناك لعدد من السيدات، هناك الحالات اللي السيدة ما قدرش تسافر بولادها، السيدة اللي رجلها غابر واحد سنوات كثيرة، مدة سنوات كيجي وكيمشي وما عنده حتى شي مسؤولية، سيدة عندها سبعة الأطفال فقط عمته، بمعنى أن مشكلة النفقة، مشكلة الحضانة، مشكلة بمعنى أن ديك الميت، مشكلة التعدد، هذه تمام. القضايا هي اللي كانت حاضرة في وأساسا اقتسام الممتلكات واحد المشكل بارز بواحد الشكل كبير، وهذا يربطنا بأننا نركز كثيرا على الوضع الاقتصادي وعلى الاستقلال الاقتصادي، هي اللي برزت كل ما كانوا النساء مستقلة اقتصاديا كل ما على الأقل كيكون عندهم واحد الهامش في 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 تدبير حياة للأطفال ديالهم. مثلا واحد السيدة سبعة الأطفال كتخدم عليهم عمتها، هي اللي هي تقريبا نقدروا نقولوا هي اللي كتنفق على دوك الأطفال. إذا هذا الوضع تؤكده الدراسة اللي دارت المندوبية السامية للتخطيط، واللي كتأكد على واحد الفجوة كبيرة بين الوضعية الاقتصادية للنساء والوضعية الاقتصادية للرجال. تمام. فبالتالي أن هذا كينعكس كثيرا على المشاكل اللي كتجي أثناء الطلاق، وبالتالي أننا من هنا المطلب ديال كذلك إعادة النظر في المواد الخاصة بالطلاق، لأنها ما تجره على المرأة والأطفال كتكون الأثر ديالو كذلك وخيمة وعلى التنمية ديال المجتمع. جيد سيدة عائشة، يعني ما هي الأحكام التي تم البت فيها من طرف الهيئة القضائية لهذه المحكمة الرمزية بخصوص المطالب المرفوعة إليها؟ نعم، أكيد أن محكمة النساء الرمزية دائما تنتهي بإصدار حكم، هي يعني تمثل للمحكمة العادية، وكتصدر حكم على الهيئة ديالها بناء على المرافعات وعلى يعني التقارير ديال الخبراء، وكذلك بناء على تظلمات الشهادات، وكيصدر واحد الحكم. هذه السنة هذه صدرنا حكم في العديد من الحالات اللي تعرضت علينا من طرف الشهادات واللي كتعلق بالقانون بمجمله، مدونة الأسرة بمجمله على مستوى مرجعيتها، على مستوى كذلك كيف مطرحت الأخت عاطفة مجموعة من القضايا اقتسام ممتلكات، يعني بالنسبة لحضانة الأطفال وخاصة حضانة الأطفال في وضعية إعاقة اللي غالبا ما يبقى هذا الحمل ثقل على النساء وحدهن، وكذلك حتى القانون الحالي مدونة الأسرة الحالية يعني كترتب واحد التمييز فيما يتعلق بسقوط حضانة يعني أو الأم الحاضنة عند الزواج ديالها، لا ترتب سقوط حضانة الابن في وضعية إعاقة، بطبيعة الحال أن هذا يشكل ثقل كبير ولا يمكن أن يحمل الرجل أو الأب هذا الحمل، وبالتالي يبقى حكرا على المرأة. وهذه مسألة الحكم بالمحكمة في دورتها 21 اعتبرت أن ضروري من اقتسام مسؤولية حضانة الأطفال في وضعية إعاقة بين الأم والأب، ما يمكنش أن هذا الحمل أن يبقى وحده على الأم، في حين أن المسؤولية المشتركة يجب أن تكون في هذه الوضعية كذلك. يجب أن تراعي المدونة الجديدة القادمة أن تراعي وضعية الأطفال في وضعية إعاقة فيما يتعلق بكل احتياجاتهم وبكل مصاريف ديالهم، لا يمكن أن نحدد نفقة عادية مثل الأطفال العاديين لأن احنا كنعرفوا الاحتياجات ديالهم الكثيرة. كذلك أطفال المزدادين خارج إطار الزواج، ما بقاش اليوم ممكن أننا نتستروا على ظواهر اجتماعية اللي هي موجودة عندنا، لابد من حماية الأسر في مختلف تشكيلاتها وإعطاء تعريف داخل مدونة الأسرة لتعريف الأسرة بما فيها الأسرة التي تكون الأم هي المعيلة لها وهي المسيرة لها، سواء كانت أم مطلقة، أم أرملة، أو كذلك الأمهات العازبات، وكذلك تمكين الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج من نسب الأب ديالهم،
من النسب ديالهم عن طريق الخبرة البيولوجية، ويجب أن ننفتح على العلوم العصرية. لا يمكن اليوم في إطار كل التحولات اللي عرفها المجتمع المغربي والأوراق اللي هو منخرط فيها أننا نبقى منغلقين على أنفسنا ونرفضوا الالتجاء العلم، مع أن الخبرة الجينية تؤكد 100% أو 99.99 نسبة الأطفال الآباء ديالهم. كذلك بالنسبة الثروة اللي كتعتبر أو منظومة الموارث التي لا بد أن تتم إعادة النظر فيها، باعتبار أنها تؤدي إلى تفقير النساء. اليوم النساء أصبحنا منتجات للثروة، أصبحنا معيلات للأسر. لا يمكن أن تبقى النساء محرومات من نتائج الثروة هذه، سواء عند الطلاق في اقتسام الممتلكات أو كذلك عند اقتسام يعني الإرث، لأن النساء دائما غالبا ما تكون طيب. ملكية في الرجال وليس النساء. ومن بين الأحكام اللي صدرت سابقا على محكمة النساء الرمزية أحكام فيما يتعلق بحق النساء السلاليات ونساء الجيش، حقهن في الملكية قبل حتى صدور يعني جيد. توضحت صورة من خلال يعني ما تقدمت به للمحكمة، وبطبيعة الحال المحكمة الرمزية. أنتقل للأستاذة عاطفة، وعلى مستوى يعني الأسرة، الطلاق في هذه الحالات أود تحديدا أن نركز في هذه النقاط. ما هي مطالب النساء من هذه المحكمة الرمزية؟ ما هي الإصلاحات التي تنشدها الجمعية النسائية على مستوى الطلاق والنفقة وما شابه ذلك؟ بالنسبة لهذه النقط، يمكن أن نقول أننا نحن كجمعية نسائية نعتبر بأن الإصلاح أو التغيير العميق لمدونة الأسرة لا يمكن، باش يمكنش يعتمد فقط على تغيير بعض المواد. فبالتالي أن الطلاق كيف كنعرفوا جميعا أن كانت واحد الجدة بالنسبة ل 2004، وهي ما يتعلق بالطلاق الشقة. والآن كيأكد الواقع بأن هناك فقط نوعين من الطلاق اللي كيمشي لهم الناس في وضعيات طلاق، هو الشقاق والطلاق الاتفاقي. وبالتالي كنقولوا بأن فقط يكون الطلاق الاتفاقي والطلاق اللي كيجي من طرف احد الزوجين على اساس انه الى رفض فيمكن المسطره تستمر. اذا هذا الجانب. فبالنسبه للمطالب كذلك بالنفقه، النفقه طبعا يمكن ان نقول انها ممكن ان تكون مشتركه بين الزوجين في حاله الطلاق حسب مدخول كل واحد فيهم. فمثلا الان حنا ملي كنطالبوا هنا كيمكن لي ناخذ النموذج التنموي الجديد، ملي كنقولوا باننا بغينا نوصلوا ل 35% ديال طبعا بالنسبه للنساء بالنسبه للاشتغال في 2035، فمعنى ذلك اننا بغينا نرفعوا من النشاط النسائي. الان حاليا كنعرفوا جميع كاين واحد الفرق بين النشاط النسائي والنساء كيشتغلوا في العمل غير مهيكل، وبالتالي الامكانيات الماديه ديالهم ضعيفه جدا، ما كيمكنهمش يتحملوا مصاريف الاسره. مع العلم اننا كنعرفوا حاليا حسب الدراسه ديال المندوبيه السنيه للتخطيط بان اكثر من 57% ديال النساء الارامل هما ربات اسر، بمعنى ما عندهم حتى شي مدخول ابار باستثناء المدخول اللي كيقوموا به. وبالتالي ان النظره ديال بالنسبه للتغيير المدونه خصو يكون في اطار شمولي، وكذلك كينسجم مع السياسات العموميه اللي حنا باغي نوضعوها اللي كتكون فيها الحمايه الاجتماعيه للنساء والرجال والاطفال. وهذا هو الهدف الاسمى. هذا هو الهدف الاسمى. عذرا الوقت يداهمني، وانتقل باختصار للاستاذه عائشه. تنظيم المحكمة الرمزية على بعد أيام من تخليد اليوم العالمي لحقوق النساء، هل هو تمهيد لعتبة التقييم المرتقبة؟ بإيجاز لو سمحتي. أكيد أن محكمة النساء الرمزية دائما ننظمها في اتحاد عمل نسائي باعتبارها آلية نضالية لاتحاد عمل نسائي، وقررنا هذه السنة أن تنظم باسم التنسيقية. تنظم في غالبا بمناسبة 8 مارس، باعتبار أن هذه المناسبة شرط وهي يعني ضرورية لتقييم أوضاع النساء، لتقييم يعني مدى التزام المغرب بتعهداته الدولية، مدى التزامه بمقتضيات الدستور، مدى التزامه كذلك بتعهداته فيما يتعلق يتعلق بالتنميه يعني التنميه اهداف التنميه المستدامه، وخاصه الهدف الخامس. كذلك هذه الفرصه هذه هي مناسبه للوقوف على حقيقه وضعيه النساء فيما يخص الولوج الحقوق ديالهم الاقتصاديه والاجتماعيه وكذلك السياسيه. وبالتالي هذه المحطه هذه اساسيه اللي كنشاركوا فيها جميعا كحركه نسائيه وكجمعيات حقوقيه من اجل اظهار الوجه الاخر للسياسات العموميه وللقوانين، وفضح كل الخروقات اللي كانت منها من اجل تغييرها وتجويد العمل الحكومي كذلك.
شكرا جزيلا لكما على كل هذه الإضاءات. الشكر لك الأستاذة عائشة الحيان، شكرا، نورتيني بكل ما تفضلت به. الشكر موصول أيضا للأستاذة عاطفة تمجردين، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات، وأتمنى لكم التوفيق في مساركم النضال والحقوق. شكرا جزيلا، مرحبا، نورتوني. شكرا، شكرا لفريق العمل، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، وأنا على ود اللقاء بكم غدا في نفس الموعد وتحدي جديد مع كامل حبيبتي.